قد شهد دكتور مدبولي توقيع بروتوكول تعاون لتأثيث وتجهيز 1000 وحدة سكنية بمشروع الأسمرات 3. ويأتي البروتوكول الثاني بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن لتأثيث 1000 وحدة سكنية بمشروع الأسمرات 3. وزارة الأوقاف توفر 30 مليون جنيه، وتتولى التضامن تجهيز الوحدات بكل مستلزماتها الحياتية من أجل خلق مجتمع متكامل وتوفير حياة كريمة لكل المصريين. توجهات قوية للدولة المصرية لدعم دور الشباب ظهرت جلية خلال اجتماع مجلس الوزراء، والحرص الدائم على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب بما كان الخدمات الحكومية وتوفير السكن الملائم وحياة كريمة لكل المواطنين. من مقر مجلس الوزراء، حماد العربي، التلفزيون المصري.